الشخص اللي يضحك هو مأمن مستقبله ومضبط الموضوع، لا، بس هي طريقة تفكير، طريقة وعي، طريقة إدراك. هذا الشخص اللي قرر إنه يضحك هو عارف إنه الكل متورط في قصة، هو ما هي مضمونة، القصة كلها ما هي مضمونة لأي أحد، لأي أحد ممكن هو يضحك تقوم الحرب عليه. بس هذه اللحظة اللي أنا فيها أنا أختار فيها إني أضحك، فبالتالي أنا ما عندي غيرها، ما عندي مضمون إلا هذه اللحظة، فخلني أستخدمها بأحسن استخدام، فهذا هو أحسن استخدام. لذلك ليس هناك تبرير لأي شخص بأنه الماضي، الحاضر، المستقبل يخوف، ما في أمان، ما في أي تبرير بأنك أنت تحرم نفسك المتعة والضحك.